السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في أولى حلقات برنامج من المسؤول، اللي هي يعتبر ثاني حلقة في برنامج من المسؤول على قناة الصحة والجمال اتش بي سي. احنا بنرحب بكل إدارة القناة، بنوجه لهم التحية على الجهد اللي بذلوه واللي بيبذلوه من خلال يعني تواجدهم معنا هنا. احنا بنشكرهم وبنوجه التحية لرئيس القناة والقائمين جميعا في القناة. اهلا بكم في برنامج من المسؤول. احنا كان هنستهل اول فقراتنا النهاردة في يعني في مستشفى دشن العام، كان في النهاردة مشكلة هناك وهيدخل معنا على يعني على الهواء الأستاذ منصور، ويكلمنا النهاردة إيه اللي حصل في المستشفى دشنة. ياريت لو في مداخلات معانا يدخلهولنا على طول. هو على حسب كلامه يعني هو بيقول ما كانش في أطباء، ما كانش في يعني ناس موظفين هناك متواجدين وكده، ده على لسانه هو. احنا برضو بنتكلم على مستشفى دشنة اللي هي النهاردة يعني كم سنة لسه ما خلصت من الانشاء بتاعها، يعني التجديد بتاعها النهاردة ليه 4 سنين تحت التجديد ولسه ما خلصتش. احنا يعني بنناشد وزير الصحة لحل مشكلة المستشفيات اللي هي في محافظة قنا، ياريت يبص لمحافظة قنا يعني كمستشفيات يبص لها، يعني في وحدات صحية في القرى تكلمنا أكثر من مرة عليها، ياريت يتوجه لها كده هو ويكلف مسؤولين ويشوف إيه المشاكل في القرى اللي هي تابعة لمحافظة قنا يعني مركز دشنة. ياريت يعني يكون في عناية أكثر من كده. إحنا يعني قبل كده شفنا رئيس الجمهورية الراجل بيوجه تعليماته بتعمير الصعيد والعناية يعني بكل محافظات الصعيد، ورجل مش سايب حاجة ما بيتكلمش عليها ما بيوجهش عليها المسؤولين. وإحنا بنهني محافظ قنا الجديد لتوليه المحافظة إن شاء الله، يكون يعني عند حسن ظن الناس اللي كانوا مستنظراهم منه إن شاء الله. يعني أنا حاسس إنه في بارقة أمل ظهرت جديدا في محافظة قنا، محافظ قنا الجديد إن شاء الله يعني يكون إن شاء الله إحنا كل المحافظة حط أمل على المحافظ قنا الجديد إن شاء الله، ويكون يعني قدر المسؤولية إن شاء الله. وإحنا متفائلين بخير بوجوده إن شاء الله، وبنقول له ألف مبروك لتوليك المحافظة إن شاء الله، تتعمر على إيدك وإن شاء الله كل الخير على إيدك وعلى خير على يد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شاء الله. لو في مداخلة معي احنا يعني مش عاوزين كل شوية نتكلم على السلبيات في مستشفى دشنة. هي مستشفى دشنة يعني مش عايزة تخلص المشاكل اللي فيها، يعني 4 سنين 5 سنين النهاردة احنا بنناشد وكل مرة نناشد يا ريت تخلص من موضوع المستشفى ده. يعني احنا مش عاوزين ندخل كل شوية في المستشفى مستشفى مستشفى، لا عاوزين حاجة نتكلم عليها غير كده. ما ينفعش كل شوية ناس تتصل تقول اللي حصل كذا كذا، ده مشكلة كذا كذا كذا، ما ينفعش. يعني المسؤول اللي قائم على هناك يعني عندك وكيل وزارة الصحة في محافظة قنا، راجل ما بيستناش، يعني راجل الناس بتتصل بيه وبيروح وبيجي يعني بيباشر عمله، راجل ما قدروش يتكلموا فيه اي حاجه. فطب نشوفوا مين المسؤول على 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 التقصير بتاع النهارده ده، او يعني المسؤول على تاخير تسليم مستشفى دشنة العام ليه كده؟ يعني الناس قرى ما فيهاش دكاتره، كمان المركز ما فيهوش دكاتره، ما ينفعش. يعني ما ينفعش الناس هتروح فين؟ يعني هتلجا لمين؟ هتروح محافظات تاني؟ يعني مش كل شوية نحن هنقول هتروح وهتروح هتروح، ما ينفعش الكلام ده. احنا بناشد وزير الصحة طبعا. يا استاذ محمود، اتفضل يا استاذ محمود.
السلام عليكم. اهلا، سلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمود من السؤال. استاذ بندراوي اسمي علي مشهور من محافظه صهاج. اتفضل. مواليد 2003، انا العب كوره، لعبت في اكاديميه النادي الاهلي عندنا في صهاج. اتفضل. لعبت فيها سنه هنا، دفعت 2000 جنيه في السنه. ايوه. وجاء يعني الكباتن المسكين ناشئين النادي الاهلي في مصر، جو عندنا صهاج عمل اختبارات في صهاج. تمام. من الأكاديمية اختاروا 11 نفر. تمام. كنت من 11 دول، وسافرنا مصر في الملعب بتاع النادي الأهلي هناك بتاع الناشئين. تمام. هناك اختبرنا الكابتن فتحي مبروك وباقي الجهاز الفني يعني. تمام، اتفضل. اختبرونا هناك، فلعبنا الماتش كان نص ساعة. تمام. لعبونا ما فيش مراكز، ما لعبوناش هناك، كل واحد في مركزه. انا العب هاف شمال انا. تمام. هناك ما لعبوناش كل واحد في مركزه. لعبني راس حربه. فجبت جون وصنعت جون هنا. طب ايه المشكله يعني؟ جينا اخر الماتش قعدنا قدامه، فراح نادي على اثنين، واحد اسمه احمد الاسواني وواحد اسمه احمد عبد الباري. تمام. وبعد كده رحت في نادي نهضة العمرية في اسكندرية ده. تمام. رحت برضه لعبت هناك ودفعت 4500. تمام. يعني بس ايه المشكلة يا استاذ محمود، ايه المشكلة دلوقتي؟ المشكلة دلوقتي يا استاذ بندراوي الوسط يا كابتن. الوقت يعني ايه؟ ايه؟ ايه المشكلة اللي بتطالب بيها انت حضرتك دلوقتي؟ فيا كابتن عندنا يعني في بلدنا والله يا كابتن في مواهب بسم الله ما شاء الله يعني يا كابتن، ما نتكلمش يعني على نفسي، في لعيبة غير يعني لعيبة بسم الله ما شاء الله يعني. انت انت عاوز توصل صوتك يعني انه انت لاعب كرة قدم وعاوز تنضم لأي نادي، انت راجل شايف نفسك انك انت راجل موهوب وعندك الكفاءة انك انت تلعب في أندية كبيرة، صح؟ حد يقول على نفسه لعيب يعني، وفي غيري برضه في البلد يا كابتن يعني، ما اتكلمش على نفسي بس. انا فيها والبلاد اللي عليها والله يا كابتن في لعيبة، بس ما فيش الكشافات يا كابتن اللي تبص على اللعيبة. خلاص خلاص احنا خلاص تمام يا استاذ محمود، احنا بنشكر الاستاذ محمود، وان شاء الله يكون في حد يتواصل معاه عشان يضم اللاعب محمود ده، حاسس نفسه انه هو راجل بيلعب في يعني بيلعب وحريف، وان شاء الله يعني صوتك يوصل. الف شكر يا استاذ محمود. معانا الاستاذ سيد خضر مدير مصلحه الضرائب طلخه. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أستاذ سيد. الله يكرمك. السيد الخضر مدير عام بمدير الضرائب المنصورة ثالث الضرائب العامة. تمام تمام، تفضل أستاذ سيد. عندنا مشكلة سعادة الرئيس، عندنا قطعتين أرض ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. تفضل. فإحنا عايزين نقدمنا على طلبات شراء عشان نشتريهم، القطعة الأولانية القرية تشتريهم يعني. أيوة. مش القرية، خدمة القرية الجزء الأولاني هو 400 متر، القرية تشتريه تعملوا دار مناسبات، لأن تعداد سكان القرية حوالي من 30,000 نسمة وما فيش فيها دار مناسبات. تمام. إحنا وطبعا أنت عارف حضرتك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إحنا ناس فلاحين وده أرض إصلاح زراعي يعني ملكنا يعني للهيئة، لأن إحنا ملك الهيئة. فتعتبر أرضنا ملكنا، فإحنا قدمنا عليها طلبات شراء على إن نشتريها وندفع ثمنها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتعمل فيها خدمات في قرية بوساط مركز طلخة محافظة الدقهلية، في قرية بوساط مركز طلخة محافظة الدقهلية التابعة لمنطقة دميرة. تمام. للإصلاح الزراعي، مديرية الإصلاح الزراعي بالدقهلية. دي جزء. الجزء الثاني برضه عندنا مساحة حوالي من 1000 متر. القرية ما فيش ملعب لكرة القدم خالص، مفيش ملعب نهائي، هي فيها مبنى بس. والشباب طبعا طول الوقت قاعد على القهاوي لان مفيش ملعب، حتى لا ملعب خاص ولا ملعب عام. فاحنا قلنا الارض دي ملك برضه الهيئه العامه للاصلاح الزراعي. مفيش مراكز شباب عندكم يا استاذ سيد؟ لا 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 يا ريس، عندنا المبنى بس، المبنى، انما ملعب الشباب يزود النشاط فيه لا مفيش. حتى احنا قدمنا طلب للسيد المحافظ السابق
على ان نعمل بروتوكول بين وكيل وزاره التربيه والتعليم وبين مديريه الشباب والرياضه، وبعد ما مشت الاجراءات معايا كل اوادي ما كملش واقف على حاجات معينه. تمام. فيبقى حرام كده لما تبقى قريه تعداد سكان اكثر من 30,000 نسمه والارض ملكها، والمفروض مركز شباب يكون شغال يعني حتى عشان الشباب اللي فيه ده. والله احنا عندنا مجلس اداره يعني ما شاء الله عليهم بيجتهدوا، بس هيعملوا ايه؟ بياخدوا الامكانيات، بيروحوا يلعبوا في البلاد اللي حوالينا، يعني بيلعبوا في القرى اللي حوالينا. وانت عارف لما بروح قريه بيمشي على طريق وفي مواصلات وفي حوادث. ايوه صح. يعني قريه في 2020 ما فيش فيها ملعب. فطبعا والارض موجوده، ولكن مش عارف المسؤولين يعني قطعه الارض دي انتم متبرعين بها عايزين؟ لا، دي منافع موجوده. منافع موجوده ملك الهيئه العامه للصحه الزراعي. أيوة. ملكنا ارضنا اصلا، ارض القريه كلها. وبعدين احنا بنطلب منفعه عامه مش بنطلب منفعه خاصه. ايوه يعني عامه يعني بتفيد اهل القريه كلهم. ده بالكامل. بالكامل. بتفيد اهل القريه بالكامل. فطبعا بس سيادتك احنا عايزين نشوف الهيئه العامه للاصلاح الزراعي هي يعني احنا بنقول بيعوا، احنا هندفع الثمن، احنا اهل القريه هندفع الثمن، هندفع ثمن قطعه الارض بتاع اللي هنعملها مناسبات، وانا هندفع ثمن قطعه الارض الثانيه اللي هي تبقى ملك الشباب. تمام. وحتى يعني حتى ليه برضه بيتساءل ليه البروتوكول ما مشاش بين وكيل وزاره الشباب والرياضه وبين وكيل وزاره التربيه والتعليم، مع العلم ان وكيل وزاره الشباب والرياضه كتب انه موافق وبعت موافقه صريحه، ووكيل وزاره التربيه والتعليم بالداخليه برضه بعت موافقه انه صريحه، ولكن هل تستوفى شروط كذا وكذا، موافقه من جهه الامن، موافقه كذا، ثلاث جهات يعني. يعني حرام لما احنا نبقى في سنه 2021 والشباب مش المفروض يكون في يعني تناسق مع بعضيهم، على الاقل يعني مركز شباب يكون شغال، يعني امكانيات ما فيش. القريه بتقول انت ندفعوا ثمن الارض دي عشان في الاصلاح الزراعي عشان خاطري منفعه لاهل القريه كلهم، يعني المفروض تبقى في مساعدات من 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 جهات. وانا رحت في 30/10 رحت الهيئه وقدمت طلب هناك للسيد الدكتور رئيس الهيئه العامه للاصلاح الزراعي في 30/10/2019، وقدمت طلب قلت لهم احنا الشباب بلد شبابها قاعدين على الهواء ومفيش ملعب في النهايه، وجبت جوابات مؤيده لكلامي من مديريه الشباب وجبت من مجلس وجبت الحاجات دي كلها. قريه كامله مفيش فيها. وبعدين احنا مش بنقول هي ملك الهيئه العامه للاصلاح الزراعي، احنا هنبيعوها لنا واحنا برضه هنشتريها، يعني احنا هنعمل ايه؟ ده بدل ما تخصص كمنفعه عامه، فاحنا بنطالب المسؤولين ان هم بيتدخلوا، بنطالب السيد الدكتور المحافظ ايمن المختار ان هو يتدخل للقريه دي. في عندنا مكانين، مكان يتعمل دار مناسبات هندفع ثمنه، ومكان يتعمل مركز الشباب. ليه البروتوكول اللي هو ده؟ خلي بالك سيادتك، البروتوكول ده كان بشان ايه؟ البروتوكول بشان ان احنا نستغل ماء الفناء بتاع المدرسه، بروتوكول بين الشباب والرياض طبقا للبروتوكولات السابقه. واحنا كمجلس امن برضه في مدرسه الكمال اشترينا، جبنا حوالي 21 كشاف على نفقتنا الخاصه وركبناهم، لكن لا حياه. والله انت يا استاذ سيد الصراحه يعني في الخدمات في اهل قريتك ربنا يجازيك كل خير. والله فعلا انت من الناس المحترمه اللي بنسمع عليها سمع خير، يعني راجل بتدور على المصلحة لأهل القرية دايما، ورا مياه الشرب، صرف صحي، خدمات لأهل القرية. الصراحة يعني ضنين لما يكون في واحد زي حضرتك كده بيدافع على أهل القرية، يعني صراحة ربنا يديك الصحة وربنا إن شاء الله يكتب ميزان حسناتك إن شاء الله. وبنشكر حضرتك وبنشكر كل أهل الدقهلية وبنشكر الجميع إن شاء الله. تحية لك يعني السيد خضر مدير مصلحة الضرائب بالمنصورة. احنا طبعا يعني تكملة الفقرة بتاعت مستشفى ديشنا العام، يعني عيب والله العظيم انه المستشفى دي كل حلقة نتكلم عليها، يعني المفروض يكون في اهتمام
اهتمام من وزارة الصحة، يعني في مستشفيات اتسلمت وبدأت وراها، المفروض المستشفى دي تتسلم، يكون في انضباط، يكون في عناية. أنا نفسي حد يروح يشوف المستشفى دي ويشوف ال 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 ويبص يركب فوق في الدور الثالث ويبص من الناحية الثانية ويشوف منظر المنظر الأمراض اللي هي في حياتها ما حد سمع عنها، تلاقيها موجودة هناك مرمية من ورا. أنا بنفسي شفتها منظر والله العظيم، صرف صحي طافح، شجر هيش، كأنك أنت قاعد في، يعني استغفر الله العظيم، في حاجة كده يعني مستنقع، يعني إذا كان المية قبل كده ودولها بالمطافي مية شرب، ما فيش خزانات، ما فيش مية شرب كانت فيها في الصيف اللي عدى، يعني آخر لا مبالاة في مستشفى ديشنا العام دي، لا مخلصين المستشفى الجديدة اللي هي في المركز ولا منظفين اللي هي اللي في القرية، ويعني الناس تروح فين؟ يعني تروح فين؟ اللي هو أنا بناشد مدير المستشفى، اللي عندك أخطاء في 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 الموظفين أو في أي حد، المفروض تطلع تقرير تقول كذا 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 كذا، بدل ما الناس تتحملك أنت المسؤولية. يعني أنت المفروض تتكلم بناء على اللي شايفه في المستشفى، في حاجة غلط قول في حاجة غلط كذا كذا ويجب إصلاحها، يعني غير كده هتحمل أنت المسؤولية، لأن مستشفى ديشنا رايحة على هاوية، اللي هي الناس أطفال وحريم ورجالة وكله رايح المستشفى دي، وانت تحول أقل حاجة تكتب له تحويل، ما انت مستشفى زي لما كل اللي جاي لك مديله ورق التحويل، لا فيها عناية ولا فيها حد، ولو دخلت المستشفى والله العظيم ممكن ترجع. أنا شايف مناظر هناك والله العظيم ما ينفعش حد ينام فيها المستشفى دي. هي يعني مستشفى ديشنا العام ما وراناش حاجة غير النهار كله، كل الدنيا بتحكي على المستشفى، هي فيها مدير المستشفى، يا مدير المستشفى شوف اللي ناقص في المستشفى واكتب به مذكرة وارفعه عشان تخلي مسؤوليتك، انما الناس والدكاترة اللي مش بتيجي والناس والموظفين اللي مش بتيجي والاهمال اللي حصلان انا شايفه بعيني وعلى مسؤوليتي اللي بتكلمه. ركبت الدور الثالث وفوق، كان معي مريض وركبت ورحت شفته بعيني هناك هيش وصرف صحي طافح، ولو والله العظيم لو واحد دخل بس رجله فيها دي هيتصاب ب 160 الف مرض فيه. ايه ده؟ ما حدش بيقول لا اله الا الله ولا ايه؟ انا بستغرب والله على المستشفى دي، ولا حد رايح. المفروض النهارده الرقابه الاداريه دخلت عليه، يعني بداوا اهو الرقابه الاداريه هم الجهه النشطه عندنا بالصلاه على النبي، دخلوا عليهم النهارده ان شاء الله بس يكون ايه يشوفوا لها حل، بدل ما كل شويه ان المستشفى 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 سيبنا مية الشرب ادروك هنمسك في المستشفى. ايه ده؟ وفين في ديشنا؟ ديشنا راح فين؟ مش عارف المسؤولين اللي فيها فين؟ فين المسؤولين اللي فيها؟ بدل ما كل مره نتكلم على ديشنا ديشنا ما فيش غير مركز ديشنا. انا بناشد محافظ قنا الجديد يهتم بديشنا، كفايه اللي حصل في السنين اللي عدت. احنا كنا القرى اللي كانت تبعت لها عربيات مياه شرب من محافظات المجاور، الوادي الجديد تبعت واسيوط تبعت والمنيا تبعت عربيات مياه شرب الصيف اللي قبل اللي عدى واللي عدى. احنا فين؟ مع انه الرئيس ما مخليش حاجه، دعم دعم دعم، مشروعات مشروعات مشروعات، يعني الراجل رئيس الجمهوريه ما سيبكمش، بيديكم مشروعات وبيتكلم على التنميه والكباري اللي اتعملت والدنيا اللي اتعملت ومشروعات والبلد نهضت الحمد لله، ودول ودشنا مش عارف يكون دشنا دي مش تبع جمهوريه مصر العربيه، انا مش عارف. انا يعني سياده المحافظ الناس كلها حاطه عليك امل لانك انت بادر خير ان شاء الله، ادخل على مركز دشنا وشوف اللي حصلان فيه، يعني خراب من 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 5 سنين 6 سنين راحوا، والمشكله الكبيره انهم ما حدش راضي يحل، ما قدرش يحل ليه مياه شرب مستنين تخلص المرشحات، مرشحات مياه الشرب، مرشحات مياه الشرب هتخلصش في يوم وليله، يعني ده اصلا اهمال سنين، مش هيخلص في يوم واحد، المشكله مش هتحل في يوم واحد والله العظيم. لما خلص مرشحات مياه الشرب ما تتحل مشكلة مياه الشرب،
والصحه دي اللي ما خلصتش، لو ما خلصتش تجهيز المستشفى الجديد اللي هي في المركز اللي شغالين فيها ليها 4 5 سنين ما هتتحل برضو موضوع مياه الشرب. ليه كده مش عارف يعني. المفروض الجهات المسؤوله المعنيه يباشروا على طول، كل يوم والتاني يطلعوا على 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 على, على دشنه الادارات والمستشفيات لازم. اصل احنا ما نقعدش ضحيه للموظفين مهملين، ما نقعدش ضحيه كل شويه، ضحيه مياه شرب، فشل كلوي زاد، يعني ما عارفين ايش انا ليش تاكل مين يعني. لرب العالمين يعني ان شاء الله ان شاء الله برضو في بادرة امل من سيادة المحافظ الجديد، سيادة المحافظ الجديد كلها الناس بتشكر فيه وانا واحد من الناس، ان شاء الله بادرة خير واحنا بنتامل خير فيه. ياجي يشوف، ياجي مر على المركز من مياه شرب على القرى على الصحة، وان شاء الله يعني يكون هو ده اللي احنا عايزينه واللي بنطالب فيه يعني طالب به من زمان باذن الله ان شاء الله. واحنا بنوجه التحيه لكل الجهات اللي بتقوم بعملها على اكمل وجه، ونوجه التحيه لسياده المحافظ الجديد طبعا، وكل عام وحضراتكم طيبين. احنا مع يعني وقت البرنامج انتهى، وكل عام وانتم بخير. وانا طبعا من هنا بشكر قناة الصحة والجمال HBC والقائمين عليها جميعا، انا مش هتكلم على اسامي عشان ربما انسى حد، وبشكرهم وكل التحية والتقدير ليهم لما مزلوه من جهد معنا الصراحة. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.